برضو عايز اسالك، الاهلي وحشك يا احمد؟ طبعا طبعا تسلم والله. يعني بصراحة أنا طلعت عارة والجونة الأول، وبعد كده سيراميكا، وبعد كده هنا في ألتاي، لكن الأجواء في النادي الأهلي مختلفة. يعني حتى مهما تطلع بره، لا النادي الأهلي الأجواء نفسها والبطولات وكده، لا إحساس تاني خالص. يعني أنا طلعت أندية كتير لكن ما حققتش بطولات، لكن أنا قعدت حوالي بتاع سنة ونص في النادي الأهلي، حققت معايا حوالي بتاع 4 5 بطولات وانا ما شاركتش بشكل كبير يعني. فان شاء الله ارجع باذن الله اخلص الموسم ده وارجع ابدا ان شاء الله انجازات جديده مع النادي الاهلي. عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت، النادي الأهلي عندنا مباراة يعني مهمة يوم السبت إن شاء الله أمام سان داونز. متابع النادي الأهلي واللي بيعمله النادي الأهلي سواء في الدوري أو في البطولة الأفريقية؟ طبعا بتفرج على ماتشات النادي كلها، دوري وافريقيا، وان شاء الله هنحقق قدام سان داونز، يعني ان شاء الله هنكسب هناك باذن الله ونصعد باذن الله من المجموعه دي. اتفرجت على مباراة بيراميدز امبارح وفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء؟ اتفرجت عليها، كانت ماتش صعب بس هو في الاخر فريقين كبيرين الحقيقة الموضوع طبعا. ايه يا كابتن؟ الفريقين كبار الحقيقة، يعني الفريقين اللي لم يهزما لغاية امبارح في الدوري العام المصري يعني. لا الماتش كان ماشي حلو، وبعد كده لغايه وهي 1-0 كان الماتش رايح جاي، بس في الاخر الاهلي يعني جاب الجونين، فالناس كلها اللي تشوف النتيجة يقول لك لا الماتش كان سهل، لكن الماتش لا كان كويس ورايح جاي. توقعاتك ايه بقى الماتش السان داونز يوم السبت؟ هل يستطيع النادي لا الاهلي ان يفوز في هذه المباراه؟ ان شاء الله بإذن الله الأهلي هيكسب. ده يعني حتى في ظل حاله الاجهاد دي، يعني انت برضو خدت شويه ان انتوا بتلعبوا كل 3 ايام مباراه ولا حاجه، في ظل حاله الاجهاد دي ممكن الاهلي برضو يفاجئنا زي باداء جيد في هذه المباراه، خصوصا بعد سفر طويل 7 8 ساعات ولا 9 ساعات. الاهلي يا كابتن اسلام يعني منظومه كبيره، انت عندك 30 لعيب ما شاء الله، ال 30 كلهم زي بعض، انت حتى لما بتشيل لعيب وبتحط لعيب بيأدي واحسن من اللي بيلعب كمان، فما تهيأليش ان الاهلي هيقابل اي صعوبات باذن الله.